وللتعليق على تداعيات الرد الإيراني على القصف الإسرائيلي لقنصليتها في دمشق والذي أوقع 8 من قيادات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية لها، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المحلل السياسي السيد ياسر النجار. مرحبا بك معنا سيد ياسر. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. بحسب تقرير في صحيفة واشنطن بوست، فإن القادة الأمريكيين والإسرائيليين بدأوا سعداء بعد الضربة الإيرانية على إسرائيل لما حققته من نتائج. كيف يمكن قراءة نتائج هذه الضربة من وجهة نظر تل أبيب وحلفائها؟ فعلا هذا الأمر أنا أعتقد ينبغي التريث وقبل الحكم من خلاله. يعني عندما نجد الآن أن هناك متداخل على هذه الساحة ثلاث: إسرائيل، إيران، والقوى الغربية متمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لإسرائيل، نعلم أن إسرائيل كانت في حالة مأزومة، خصوصا حكومة نتنياهو على مستوى الشارع الداخلي لإسرائيل. هناك مظاهرات، هناك قلاقل، وهناك حجم لنفوذ المعارضة يعني يكبر بشكل كبير جدا. هذا من جانب. من جانب آخر، هناك فشل في المعركة في غزة وعدم الوصول إلى حالة ما يعرف بحل أزمة الرهائن. الأمر الثالث، هناك التزام بالنسبة لحكومة إسرائيل بموضوع رفح، وحتى هذه اللحظة هناك تجاذب ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة الأمريكية حول طبيعة العملية العسكرية في رفح. أتت هذه العملية الإيرانية لتخفيف هذا الأمر، وأعتقد أن إيران جرت إلى هذه العملية كون أن إيران كانت سياسة ردة فعل. أما إسرائيل فعندما استهدفت ما يعرف بالمبنى المجاور للقنصلية الإيرانية كانت عملية مرسومة. إسرائيل كانت تستطيع أن تقتل، أن تغتال كل هذا الفريق بدون أن تصيب هذه المدينة أو هذه المبنى بكل هذه الأضرار، ولكن إسرائيل كانت تريد عملية ضخمة تركز عليها الأنظار. لذلك كان هناك استخدام مسبق للطائرة F-35، وهناك استخدام لذخيرة عالية التفجير، القدرة التفجيرية، وبالتالي إنزال مبنى بكامله. كل هذا لم يكن عبثا أو مفاجئا بالنسبة لإسرائيل، وإنما كانت عملية مخطط لها. الأمر الثاني، إيران كانت تريد، يعني وصلت إلى حالة أنها باتت تعاني من الضغوطات الداخلية حول موقفها الحقيقي مما يعرف بسياسة وحدة الساحات، دعم المقاومة، كل ذلك بات عبئا على إيران. لذلك عندما كان هناك ضربة وفي مساحات من المفترض أنها تمثل إيران بشكل مباشر حتى لو كانت في الأراضي السورية، كان يتوجب على إيران أن يكون هناك عملية، ولكن إيران هي كانت في نفس اللحظة تتفاوض وتبيع وتشتري على حساب أزمة أهلنا في غزة وما يحدث في الأحداث في فلسطين من أجل تحسين وضعها من تحقيق المكاسب على مستوى الإقليم. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الكاسب الأكبر. استطاعت إدارة بايدن أن تروض قليلا سياسة نتنياهو عندما تدخلت وأوحت إلى نتنياهو بأنك لا تستطيع أن ترد بشكل منفرد، فلذلك كان لابد من تدخل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لتفريغ هذه العملية العسكرية من مضمونها. هذا من جانب. ومن جانب آخر، أعتقد أن إيران قدمت للولايات المتحدة الأمريكية بعض الرسائل باتجاه أنها لا تريد أن يكون هناك تصعيد في الإقليم، وبالتالي أن يكون هناك توسع لعملية عسكرية على مستوى الإقليم. طبعا بالإضافة إلى كثير من الملاحظات التي تحدث عنها الخبراء والمراقبون حول أنه لا تكون الضربة العسكرية أو الأمنية ضربة أمنية وعسكرية إذا عرف الموعد وعرفت ساعة الإطلاق، ويعني قال الطرف الإيراني بأن العملية انتهت قبل حتى أن تصل الصواريخ، يعني هذا ما لاحظناه خلال المتابعة. على أي حال سيد ياسر، في بالنظر إلى الشعارات التي ترفعها إيران دوما خلال السنوات الماضية، منها شعار وحدة الساحات الذي أشرت إليه، والطريق إلى القدس التي مرت من خلال العديد من العواصم العربية، مع أن قطاع غزة كان طيلة 7 أشهر تقريبا الآن أو 6 أشهر ونصف في معركة طاحنة مع العدو الصهيوني، لم تتحرك إيران للمشاركة والإسناد بشكل مباشر لقطاع غزة خلال هذه الشهور الماضية. فعن أي شعارات يمكن الحديث الآن بعد الفشل في هذا الاختبار؟ يعني أنا أعتقد أن إيران تعلم أو يعني تركز على ما تريد حقيقة. إيران بالنتيجة تجيد البروباغندا الإعلامية، تجيد عملية التصعيد على مستوى التصريحات، ولكنها بالنتيجة
تريد أن تحقق مكاسب حقيقية على طاولة المفاوضات. لذلك إيران لا تريد المواجهة، إيران تستغل أدوات وما يعرف بأدوات إيران في الإقليم، سواء في لبنان أو في سوريا أو في العراق أو حتى في فلسطين، تستغلها من أجل تحسين شروط التفاوض لديها. إيران تحلم بأن يكون لديها نفوذ كبير في الإقليم، وهي ترى أننا نحن مقدمون على خارطة نفوذ جديدة في الإقليم. تريد إيران أن يكون لها دور كبير شأنها شأن إسرائيل. لذلك أنا أرى حقيقة أن إيران كانت تجيد اللعب باستغلال أوراق اللعب التي هي كما ذكرتها عبارة عن أدوات أوجدتها فقط من أجل تحسين شروط التفاوض ومن أجل تحسين مكاسب إيران على طاولة المفاوضات. أما بالنسبة لوحدة الساحات أو بالنسبة لنصرة القضية الفلسطينية، فأنا أعتقد آخر همهم هذا التصريح، كون أن إيران حقيقة ترى بالنتيجة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنشغل في قادم الأيام في قضية بحر الصين، وأنها تريد أن تركز الأوضاع في هذا الإقليم، وبالتالي هي تحتاج إلى قوة إقليمية يكون لها سياسة غير متجاذبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو تحقق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لو كانت تظهر شعارات الموت لأمريكا أو تظهر شعارات بأنها تريد أن تفني إسرائيل عن بكرة أبيها. الآن بات الأمر واضح، إسرائيل وإيران يتناغمان من أجل كل منهما أن يكون لهم دور أكبر على حساب باقي الدول في الإقليم. لذلك أنا أعتقد أنه جرى استثمار سوريا، جرى استثمار العراق ولبنان من أجل مصالح إيران لا أكثر. نعم، وهذا في الحقيقة يعني يتطابق مع ما قاله العديد من المراقبين حول أن المشروع الإيراني والوجود الإيراني في بعض الدول العربية كسوريا والعراق ولبنان ووجودها في المتوسط ليس من المعقول أن تضحي إيران بكل ذلك الذي كلفها وقتا طويلا ولديها مشروع في المنطقة من أجل قضية غزة أو قضية فلسطين. صحيح هذا الكلام، لذلك أنا أرى حقيقة أن إيران على مستوى الشارع كان يفترض أن يكون لها دور يعني تمثيلي أكبر أو يعني أفضل من هذه العملية التي قامت بها، كون أن هذه العملية لم تستغرق أكثر من سويعات حتى بات من الواضح أنها عملية رمزية وأنها الغاية منها سياسية أكثر بكثير، ولا يوجد أي إنجاز عسكري. إذا إيران بالنتيجة هي يعني تحاول أن تقول أن لديها قوة ردع عسكري على مستوى سلاح استراتيجي باليستي أو طيران مسير، ولكن وجدنا أن كل هذه المعلومات لم تحقق أي رجاء في هذه العملية. كنا نرى أو نحسب أن إيران يمكن أن يعني أن يكون لديها ولو ذرة من يعني أن يكون العقل بأن تتجاوب مع ما يحصل من أحداث في غزة، لا أن تبيع كل هذه القضية لمصالحها على طاولة المفاوضات. كنا نأمل بأن يكون فعلا ما يحصل في البحر الأحمر أو ما يحصل في جنوب لبنان أو ما يحصل في سوريا أن يكون بغير الشكل التي أظهرته إيران بشكل واضح وقميء جدا بأنه أدوات لا أكثر. حتى في سوريا تصور أن بشار الأسد ذاك يرسل رسائل بأنه طلب من إيران بأن لا يكون هناك هجوم من أراضيه على إسرائيل. أين وحدة الساحات وأين يعني هذه الشعارات من هذه الأفعال؟ إذا بالنتيجة إيران توصل رسالة أيضا عبر بشار الأسد أن بشار الأسد سيكون حالة وسط ما بين إسرائيل وإيران، وبالتالي إيران تستثمر في سوريا بشكل أكبر على المستوى الشعبي والتجاري والسياسي والعسكري، وفي نفس اللحظة تعطي رسائل لإسرائيل بأن لا تخافي، لن يكون في هذه البقعة على وجه التحديد أي خطر يشكل على نفوذ إسرائيل أو تخفيف الأوضاع في فلسطين وغزة على وجه التحديد. إذا بالنتيجة المسرحية مكتملة الأركان، والمشاهد يعني مل من طول هذه المشاهد لأنه منذ اللحظة الأولى عرف خاتمة العمل المسرحي. ولا سيما أن الحديث كان دائما عن الرد المزلزل والساحق والماحق كما تصفه طهران. في دقيقة واحدة، كيف ستكون صورة طهران وهي تتحدث عن هذه الأبعاد في المستقبل وقد كانت أمام اختبار طويل الأمد في 7 شهور لم تفعل شيئا؟ سؤال فعلا جيد. أنا أعتقد حقيقة أن إيران آخر همها الرأي العام العربي. إيران تحاول أن تستفيد من ضعف
المواقف الحكومات العربية لأحداث فلسطين، وهي لا تريد أن تظهر نفسها يعني في رسم آخر، بل على العكس كما ذكرت هي تبيع وتشتري. ولكن أعتقد أن هناك ضغوطات ستمارس على إيران من الداخل الإيراني ابتداء، ومن ثم سيكون هناك فعلا فشل لهذا المشروع عبر تسويقه من جديد سواء في شمال أفريقيا أو حتى في أوساط الربيع العربي السابق. أشكرك جزيلا الباحث السياسي ياسر النجار، كنت معنا من إسطنبول.